تواصل وزارة الداخلية توزيع الحقائب المدرسية على الأسر بالمناطق الحضرية الجديدة بمختلف مديريات الأمن بمناسبة العام الدراسي الجديد. يأتي ذلك في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بمناسبة العام الدراسي الجديد وفي إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بإهداء حقائب مدرسية تشمل مستلزمات مدرسية متنوعة للأطفال بالمناطق الحضارية الجديدة على مستوى الجمهورية. نشكر سيادة رئيس الجمهورية على المبادرة الجميلة اللي كل سنة بيعملها لأولادنا في المدارس واهتمامه بينا كل سنة وفي أولويات المناسبات كلها. كل المبادرة أنت معانا، من مواد غذائية، من مواد مدرسية، من كل حاجه انت مش مخلينا بصراحه ربنا عايزين اي حاجه خالص. الضباط جولنا النهارده في المدينه الشبابيه في حي الاسمرات بيوزعوا لنا الهدايا زي كل سنه، ودي حاجه بسطانه جدا. شكرا يا ريس وتحيا مصر. لما قرب وبعيد شكرا يا ريس، دايما نفرحنا جايبين لنا الهدايا لحد البيت. يشكر ريس وضباط كل خير على كل حاجه بيعملها. مصر عليها العين واولادها الغاليين من يومهم واقفين. منظومه امان التابعه لوزاره الداخليه قامت بتجهيز وإهداء هذه الحقائب للأطفال بالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، وسط إشادة كبيرة من الأطفال وأولياء الأمور بهذه المبادرة الاجتماعية التي تعبر عن حرص الوزارة على تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي. بحب أشكر الرئيس على الهدايا اللي بتفرح الأطفال دي كل سنة، واحنا بنشكره برضو ان هو فاكرنا باستمرار مش ناسينا. شكرا للرئيس على الهدايا الجميله اللي بيقدمها لنا كل سنه. انا مبسوطه قوي بالشنطه الجميله دي عملت بيها اول يوم مدرسه، وشكرا لهم. دايما فاكرنا ودايما معانا هو ومش ناسينا، ودايما جايب لنا كل حاجه هنا في المدينه. وكمان عايزه اقول حاجه، انا بشكر اللي هو طلعنا من العشوائيات قبل كده، جابنا هنا في مدينة نظيفة وجاب لنا في كل حاجة نظيفة. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب ما يريد، واحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي عشناها إباها، هنا مصر. شكرا يا ريس جدا على الشنطة الكتير اللي أنت جايبها لنا ديك، احنا كنا مستنيينها. وشكرا لحضرتك اللي أنت بتجيب لنا في كل مناسبات الشنط وحاجة رمضان وكل حاجة، ما تحرمش منك يا ريس. عيالنا فرحانين بصراحة بحاجة المدارس اهيت، ونشكر سيادة الرئيس، دايما بنستناها عشان حضرتك دايما بتبعتها ومش بتنسانا. كل سنة وحضرتك طيب، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. تواصل مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية دورها في تقديم الدعم والمساندة لقاطني المناطق الحضارية الجديدة على مدار العام، انطلاقا من تعزيز روح المشاركة المجتمعية وتحقيق التكافل الاجتماعي. الرئيس هنا بالمحروسه بنكون فرحانين ومبسوطين وبيجيبلنا شنط انا وكل اصحابي. بشكر الرئيس علشان كل سنه بيدينا شنط وبتبقى فيها كل الكراريس والمقالب والحاجات المدرسه. شكرا يا رئيس على الهديه الجميله دي، تحيا مصر. هنا ما بنعرفش محال. ان انت بعتني الهدية الحلوة دي. اهداء الحقائب المدرسية للأطفال بالمناطق الحضرية الجديدة جاء تأكيدا على استمرارية الدعم الذي تقدمه الوزارة لأهالي هذه المناطق لتوفير حياة كريمة لهم. ظبط جوه عندنا اسكندرية وادونا الشنط ومستلزماتنا اللي احنا محتاجينها. بشكر سيادة الرئيس على كل حاجة بيعملها معانا. نشكر الرئيس على المبادرة الحلوة اللي عملها لنا دي، عشان انت مدرسية دفاع كل المستلزمات. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب ما يريد، واحنا بنحب مصر. بشكر مبادرة كلنا واحد اللي هم بيدعمونا وبيستقرونا وبيبعتونا حاجتنا لحد البيت. هنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان، في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. شكرا يا سيادة الرئيس.